بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت أواصل في سرد تاريخ الجزائر قبل الحملة الفرنسية عليها، وهو تاريخ مهم وجليل، سبق أن تحدثت عنه في الحلقة الماضية، لكني أخص هذه الحلقة تقريبا بذكر جهاد الأخوين خير الدين بربروس وعروج بربروس أيضا، وبربروس يعني اللحية الحمراء أو ذوي اللحية الحمراء، كانت لحاهم كبيرة وأقرب إلى الشقرة مع الحمرة، فكان يسميان في أوروبا ذوي اللحية الحمراء هكذا، بربروس خير الدين وعروج. خير الدين وعروج من ألبانيا، أصولهما ترجع إلى ألبانيا، أبوهما يعقوب بن يوسف، وكان يخدمان في الأسطول التركي، أمهما أندلسية، وكانت أمهما دائما تحثهما على الجهاد والعمل والبذل. انظروا إلى الأم الصالحة كيف تؤثر في أبنائها، وكيف تعمل على تنشئة أبنائها على العزة وعلى المجد وعلى الرفعة، فكانت تغرس في قلوب هذين، وهما ما زالا طفلين، تغرس في قلوبهما حب الجهاد والعزة والشجاعة والقوة. والألبان كما هو معلوم قوم أشداء، وأمهما أندلسية، وأمهما تأثرت من أحداث جرت على أهلها في الأندلس وما جرى، وطبعا هم في آل بربروس هؤلاء كانوا في بدايات القرن السادس عشر، ونحن نعلم أن ما جرى على إخواني في الأندلس كان في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي أو في نهاية القرن التاسع الهجري، وهذا هو السبب. يعني كانت الأحداث قريبة وقريبة جدا، إن لم تكن معاصر بالنسبة لوالدتهما، فكانت أم تحثهما دائما على الجهاد. فنشأ الولدان على القوة وعلى الجد وعلى الاجتهاد وعلى العمل في الأسطول العثماني البحري، وابتدأ في جزيرة اسمها جربة تونسية، كان السلطان الحفصي قد أعطاها لمجموعة من البحارة العثمانيين حتى يصدوا هجمات الصليبيين. هذه كانت قوارب صغيرة تعترض سفن الأوروبيين في البحر، قوارب صغيرة، أسطول صغير. فأثبت عروج وخير الدين بربروس أثبتا قوتهما وأثبتا شجاعتهما، واستطاع أن يوقفا كثيرا من الأساطيل الغربية، وأن يستعيدا كثيرا من حقوق المسلمين، وأن يأخذا كثيرا من الثروات التي كانت على تلك السفن. هنا أقف قليلا وأقول، بعض الناس يعد هذا قرصنة بحرية، وللأسف حتى في بعض المصادر العربية والإسلامية يتحدثون عن هذه القضية، يتحدث أصحابها مؤلفوها عن هذه القضية وعلى أن هذا كان قرصنة بحرية، كان لابد أن تقف أوروبا أمام موقفا صعبا وقاسيا وأن توقفها. فأنا ما أتعجب موقف أوروبا، أنه موقف طبيعي، لكن أتعجب موقف إخواننا من العرب والمسلمين يتحدثون عن هذا الجهاد البحري الرائع على أنه كان قرصنة. القرصان كما هو معلوم لس، إنما يأخذ لنفسه ويقتل لمصلحته ويسفك الدماء من أجل رغبته، إما بالكنوز أو بالثروات هذه والأموال أو بالعبيد إلى آخره. بينما خير الدين وعروج أيضا إنما كان يعملان من أجل المصلحة الإسلامية العامة، إنما كان يعملان تحت راية الدولة العثمانية، إنما كان يعملان لإنقاذ إخواننا المسلمين في الأندلس. يعني يكفينا فخرا أن خير الدين بربروس رحمة الله تعالى عليه وأعلى من مقامه في الآخرة ورفع درجته، قد أنقذ بأسطوله وعمله وجده واجتهاده وفضل الله عليه أولا وآخرا، أنقذ 70,000 من إخوانكم في الأندلس، كانوا مع ما يدرون ماذا يصنعون، فكانوا يلجؤون إلى الشواطئ، لا يعرفون كيف يفرون بدينهم من هذه الحملات الهائلة الصليبية التي كانت تجري عليهم في إسبانيا. محاكم التفتيش كانت تفتك بهم فتكا، وكانت تذيقهم ألوانا من العذاب، كانت تجبرهم على لحم الخنزير، وكانت تجبرهم على الخمر، وكان من يسمع فقط سماعا أنه لا يأكل الخنزير، ما أقول يذم الخنزير ولا يكره الخنزير ولا يأمر غيره بأن لا يأكل الخنزير، إنما هو لا يأكل الخنزير ولا يشرب الخمر، يساق إلى محاكم صعبة جدا أو سجني طويلا أو بصورة من الصور. هذا كأما لو سمعوا أن إنسانا بقيت له بقايا إسلامية، سواء في خطابه بشيء من العربية أو بناداته ببعض الأسماء الإسلامية أو
هذا فهذا ينتهي. هو نصراني، هم يعلمون أنه نصر، لكن ما يقبلون حتى هذه المظاهر اليسيرة. فانظروا لهذا، فكان إخوانكم ما يدرون أن يذهبون، كما قال الله تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فجاء خير الدين أنقذ 70,000، نقلهم بأسطوله من سواحل أندلس إلى سواحل المغرب العربي. ماذا تريدون أعظم من هذا؟ هذه فقط لو بقيت في صحائف خير الدين بربروس، يعني هذا عمل هائل ورائع جدا، أن ينقذ 70,000. كم ساروا اليوم؟ ساروا ملايين مليون اليوم في بلاد المغرب العربي. فعندما نتكلم نراعي المصطلحات ولا نتابع الغرب على مصطلحاته. الغرب أصيب بنكسة خطيرة جدا في تقدمه البحري بظهور الأخوين بربروس هذين، نكسة خطيرة، لأنه في الحقيقة ما كان هنالك جيش منظم، ما كانت هنالك دولة منظمة في الجزائر، هذه حقيقة. ما كان، كان هناك شعوب إسلامية، كان هناك عمل إسلامي نعم، لكن ما كان هناك دولة منظمة قوية تستطيع أن توقف هذا الزحف البحري الهائل، ما كان هناك شيء مثل هذا. فلما ظهر الأخوان بربروسا في الجزائر، يعني كان لهما أثر كبير وكبير جدا في إيقاف الحملات الصليبية على الجزائر، في أخذ حقوق المسلمين واستردادها من السفن الغربية التي كانت تجوب بحر الأبيض المتوسط، وهذا حق طبيعي للمسلمين بعد ما جرى عليهم في الأندلس، وبعد ما احتل الإسبان وهران وبجايا وتلمسان وميليليا وطرابلس الغرب في وقت من الأوقات، كل هذا احتل من قبل الإسبان، وحاول أيضا البرتغال أن يحتلوا بعض المناطق، حاول الفرنسيون يحتلوا بعض المناطق، هذا كلام أنا أحدثكم في أوائل القرن 16، فتحت شهيتهم بعد أن طردوا المسلمين من أندلس وفعلوا ما فعلوا. المهم ففعلوا الأفاعيل في بلاد المغرب العربي، وجدوا هذه القوة الصغيرة الناشئة وقوة رائعة وجليلة، فصاروا يشوهون سيرتها كما معلوم، يشوهون أحوالها، يشوهون ما تصنع هذه القوة الإسلامية في إيقاف الزحف الأوروبي على المغرب العربي وبلاد المغرب العربي وسواحل البحر الأبيض الإسلامية. من الطبيعي جدا أن تقاوم المصادر الغربية كتابة وحديثا وتحريضا من قبل باباوات في الكنائس وغيرها، تقاوم هذه كلها من الطبيعي ما يفعل عروج وخير الدين بربروس. أما عروج فقد استشهد مبكرا رحمة الله تعالى عليه، وأما خير الدين فبقي بعده قرابة 30 سنة. القصة باختصار أن عروج وخير الدين كان ابنين ليعقوب بن يوسف الألباني، هذا الذي كان يعمل في اسطول العثماني. هذا اسطول العثماني استعان به السلطان الحفصي ووضع بعضا منه في جربة، الجزيرة التونسية لترد بعض هجمات الصليبيين. هنا صارت، جاء الإسبان إلى الجزائر وأخذوا الصخرة الكبيرة المواجهة للقصبة، حي القصبة الجزائري الآن، أحدثكم عن الوضع الآن. هذه الصخرة مشرفة على المدينة، جزيرة معروفة باسم الصخرة، مشرفة على المدينة. فاستنجد أهل الجزائر بهذا الأسطول العثماني حتى يجدهم، لأن هؤلاء عملوا حصن هناك، حصن بنيون، هذا الحصن مشرف على القصبة، وصاروا يهددون المدينة نفسها، حدثكم عن بضعة أميال فقط لا غير. وأصل تسمية الجزائر هي 4 جزر صغيرة أمام الميناء الذي اسمه الجزائر الآن، فصارت اسمها الجزائر هذه العاصمة. فجاء خير الدين وعروج أخوه أخذ ومن معهما، فأخذوا قطعا ضخمة من الصخور سدوا بها كثير من الفراغات الموجودة بين الجزر 4 وبين الميناء، وطردوا الإسبان من هذا الحصن، فأنقذوا أهل الجزائر من خطر ماحق يهددهم. الإسبان أمام، مباشرة أمام هذا الميناء المهم الحيوي الخطير في تاريخه وأثره وعمله. هنا برز اسم خير الدين وعروج. خير الدين كان قويا شجاعا، أحبه أهل الجزائر، فطلبوا من السلطان العثماني أن يولي عليهم، طلبوا عدة مطالب، منها أن يولي عليهم خير الدين بربروسا. وهذا هنا يعطينا فكرة كيف كان الجزائريون يديرون بلادهم، يديرون عن طريق حر نوعا ما، هم الذين يختارون الرئيس وهم الذين يتقدمون باسمه إلى الدولة العثمانية. وافق عليه السلطان العثماني، طلبوا أن تنضم الجزائر رسميا إلى الدولة العثمانية ونسمح اسمها إيالة الجزائر، وافق بطبع السلطان العثماني. عدة طلبات
وافق السلطان العثماني عليها، وأصبحت الجزائر من أوائل القرن السادس عشر ولاية عثمانية إسلامية واضحة المعالم، واضحة التراب الوطني كما يقولون، لأن هنا يتحدد الحدود بإيالتها للسلطنة العثمانية. هنا معروف أن الدولة المغربية لها حدودها وتونس لها حدودها، هنا تحددت حدود الجزائر تقريبا في تلك البدايات، بدايات القرن السادس عشر. هنا ابتدأ خير الدين وعروج يعملان عملا قويا كبيرا في البحر. في 1505 كان هناك حملة كبيرة على الجزائر إسبانية واحتلت مناطق من الجزائر. استطاع عروج وخير الدين بفضل الله تعالى بعد 10 سنوات من الجهاد والحصار أن يطرد الإسبان من تلك المناطق. عاد الإسبان من جديد في 1518 إلى تلمسان. عروج طردهما، طرد الإسبان يعني، ورجع الإسبان بمعاونة عربية للأسف، وهذه مشكلة سأعرج عليها في الحلقات من بعد. هذه علة يا إخوان، علة كبيرة وكبيرة جدا فينا، أن هنالك المستخرب الغربي، أنا ما أحب كلمة مستعمر بالمناسبة، مستعمر من العمارة، وهم لم يعمروا بلادنا أبدا، هذه قاعدة أبدا تعرف، إنما خربوا بلادنا من حيث العقائد، العقيدة الإسلامية، حيث التصورات، حيث الأفكار، من حيث النظر العام، خربوا بلادنا العربية والإسلامية. فحرام أن نقول مستعمر والاستعمار، إنه هو المستخرب والاستخراب، وبالتعبير إخوانا الجزائريين المستدمر والاستدمار، هذا الوصف الحقيقي. إلا أن كان يقصد بالاستعمار أنهم عمروا مصالحهم، أنهم جروا وراء مصالحهم وعمروا بلادهم بثرواتنا المنهوبة وبمصالحنا التي جعلت تحت مصالحهم وبثروات التي نهبت من بلادنا. هذا إن كان يقصد هذا لا بأس، وإن كانت الأجيال اليوم لا يراد منها أن تعرف هذا. الاستعمار يعني يفهم منه طبعا أن استعمار للبلاد العربية والإسلامية، وإن كان من مفهوم، وهم يقولون كولوني وكولونيال، ومن مفهوم أن الاستعمار لا يأتي بخير، لكن أيضا من باب المصطلحات الأفضل نقول الاستخراب والمستخرب، هذا أحسن وأفضل وأقرب. دائما هنالك للأسف الشديد من كان يساعد المستخربين الغربيين من بني جلدتنا، للأسف من العرب، من إخواننا، ممن يتكلمون بألسنتنا يساعدونهم. هذه خيانة وعمالة لا ندافع عنها أبدا إطلاقا، مهما كان العذر لا ندافع عنها أبدا، فهي خيانة وعمالة غير مقبولة إطلاقا. بعض الأشخاص كان لهم نظر أن هذه مثلا سيأتي في الحملة الفرنسية على الجزائر إن شاء الله تعالى، على الجزائر الفرنسيين صاروا أمرا واقعا، ولا بد أن يكون هناك مجموعة من الناس تتعامل معهم من أجل التخفيف على إخواننا الباقيين في الجزائر، ومن أجل يكون هناك صلة بين الجزائريين بين هؤلاء الفرنسيين. هذه أنا أتوقف قليلا تسميتها عمالة إلا بعد النظر في تاريخ هؤلاء وماذا صنعوا وماذا قدموا، وهل فعلا كانوا مفيدين لإخواننا في الجزائر أو كانوا عينا للاستخراب الفرنسي على إخوانهم. هذه طبعا هذا أمر آخر تماما، أنا أتحدث عن العون المباشر والخيانة المباشرة كما حدث مثلا قضية عروج. ها هنا دخل الإسبان مرة أخرى تلمسان بعد أن حررها عروج، حاصروا تلمسان بمساعدة بعض الخونة والعملاء، استطاعوا أن يدخلوا تلمسان وأن يقتلوا عروج رحمة الله تعالى عليه في سنة 1518 للميلاد. كان هذا حدثا مؤثرا في الحقيقة ومؤثرا جدا في الجهاد، لأنه قضي عليه مبكرا وتنحى مساحة الأحداث مبكرا. يعني الكلام الذي قلت لكم عن خير الدين ونقله 70,000 من الأندلسيين إلى سواحل الإفريقية العربية الإسلامية، هذا كلام جرى بعد وفاة عروج بإحدى عشرة سنة في 1529، إسلام ينقل هذا العدد، يعني سنة 936 هجرية، يعني في الثلث الأول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. لكن رحمة الله تعالى على عروج. هنا استقل بالجهاد خير الدين بربروسا رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، استقل بالجهاد، وكانت له معارك رائعة بعد أن ثبت أقدامه في الجزائر. كان له أسطول ضخم وخبرة طويلة في البحر، خبرة 3 قرون في البحر. هذه الخبرة من أيام خير الدين إلى الاستخراب الفرنسي 3 قرون تقريبا، أسس هذه الخبرة وبدأها بداية قوية جدا خير الدين وأخوه عروج من قبل رحمهم الله تعالى. المهم كان هناك معركة رائعة جدا أحب أتحدث عنها، معركة عندما جاء الإسبان
كان هناك طلب من قبل خير الدين للسلطان العثماني أن يستولي خير الدين على تونس. السلاطين الحفصيون ضعاف في تونس، فأراد خير الدين أن يستولي على تونس وأن يضم إلى الدولة العثمانية حتى تتقوى وتكون حصنا ضد الهجمات الإسبانية المتكررة والفرنسية. وافق السلطان العثماني، وفعلا جاء خير الدين وحاصر تونس وأخذها من الحفصيين وأقام فيها سلطنة عثمانية. الحسن محمد الحفصي زل خيانة كبيرة جدا وعمالة، ذهب إلى شارل كان الملك وحرضه إلى حتى يأتي إلى تونس مرة أخرى ويحاصرها، وفعلا جاء وأخذ تونس مرة أخرى من الدولة العثمانية. وكان ثمن هذه العمالة أن أعيدت سلطنة الحسن بن محمد بشروط مهينة، ببقاء 2000 من الأسبان، لأن شارل كان أسبانيا، ببقاء 2000 من الأسبان في تونس وإعطائهم بعض المدن الساحلية، كان شروطا مهينة وذليلة. الذي حدث أن خير الدين استغل أن هذا الأسطول محاصر لتونس وأخذها، ذهب إلى جزر البليار التي كانت مليئة بالبهارات والعبيد والثروات الكبيرة جدا، أسر 6000 من تلك الجزر واستولى على ثروات كبيرة. كانت النواقيس صدر في روما فرحا بالنصر على تونس، وجاءهم الخبر في وسط الاحتفال، فكان هذا الخبر مكدرا عليهم أعظم التكدير. وهذا العدد الضخم من العبيد والثروات الضخمة التي استولى عليها خير الدين ونقلها إلى الجزائر كانت أكبر منغص لهم في هذا الذي حدث. أيضا هناك معركة بروزا في البحر الأبيض المتوسط، معركة رائعة، كان هناك تحالف صليبي تنبه إلى خطر خير الدين. تصوروا أن 600 سفينة جاءت ضده، 600 سفينة وبارجة بحرية انقلبت لتنهي قضية خير الدين بربروسا من البحر مطلقا وتخرجهم من الجزائر. 600 سفينة وعليها أندريا دوريا. أندريا دوريا كان مثل خير الدين عند المسلمين تقريبا، يعني في شجاعته وقوته وخبرته البحرية عند الأوروبيين. و600 سفينة عدد ضخم، 122 سفينة، نعم كانت هناك 122 سفينة عثمانية بقيادة خير الدين بربروسا، استطاعت أن تفاجئ أندريا دوريا و600 سفينة هذه وأن تضربها من مدافع قبل أن يكتمل تجمعها ويكتمل اصطفافها، وتلحق بهم هزيمة ضخمة في 5 ساعات فقط، في مدة عجيبة سريعة جدا. غرق كثير من الأسطول الأوروبي الصليبي، واستطاع خير الدين ينتصر عليه في معركة رائعة، دفعت بالسلطان العظيم سليمان القانوني إلى فرح الشديد، حيث أمر أن تضاء الأنوار في جميع أنحاء السلطنة العثمانية وأن يعلن بفرح عن هذا الانتصار العظيم. السلطان سليمان القانوني سلطان ضخم عظيم جدا، وفرحه إلى هذه الدرجة ينبئك عن مقدار الانتصار العظيم الذي جرى آنذاك. انتصار رائع قام به خير الدين بربروسا في معركة بروزا التي جرت في سنة 945 سنة 38 و500 ألف للميلاد، أي في الثلث الثاني من القرن 16 الميلادي والثلث الثاني من القرن العاشر الهجري. انتصار رائع ورائع جدا، أعاد البحرية العثمانية هيبتها في البحر وأثار الهلع والفزع في أوروبا. حتى نفهم، يعني عندما يأتي بعض الناس للأسف الشديد ويقولون هذا كان قرصانا وكان كذا وكان كذا، يعني يتكلمون كلاما لا داعي له وكلاما خاطئا أصلا. ونحن العرب ابتلينا في هذه الأيام بثلة للأسف الشديد من المؤلفين تنقل المصطلحات الأوروبية وتترجمها كما هي، وهي من هذه الأيام من قرابة قرن تنقل مصطلحات. فإذا قال الأوروبيون عن خير الدين بربروس أنه قرصان فينقلون أنه قرصان، لس ينقلون أنه لس، وهكذا. يعني عجيبة، الجزائر بالمناسبة صار اسمها دار الإسلام ودار الجهاد بعد أن صارت تحت التبعية العثمانية. الأوروبيين يسمونها عش لصوص البحر، عش لصوص البحر، هكذا كانوا يصورون خير الدين وأخاه عروجا. لكن الحمد لله، يعني أرجو أن يكون هذا مفهوما عند الإخوة والأخوات، أنه كان مجاهدا بحريا رفع راية الإسلام واستطاع أن يوقف الحملات الصليبية في البحر الأبيض المتوسط وبقوة ولله الحمد والفضل. أيضا في الحقيقة من أمور المهمة التي لابد أن نذكرها في نهاية الأمر هو أنه وفاة خير الدين كانت بعد مدة طويلة بعد وفاة عروج، لكن أيضا كانت حزنا على العالم الإسلامي كله وعلى البحرية العثمانية كلها، لأن الذي جرى أن السلطان العثماني استخدم خير الدين
بعد هذه الانتصارات الرائعة، وجعله أميرالا كما يقال عند الغرب، يجعله رئيسا لكل البحرية العثمانية في جميع أنحاء الدولة العثمانية، وهذا طبعا لانتصاراته الكبيرة والجليلة والعظيمة. وخلف خير الدين ابنه حسان في الجزائر، وحسان له قصة رائعة، وكان مجاهدا جليل العمل عظيم الأثر، وتابع أباه وكان له أثار رائعة في الجزائر والمناطق المحيطة، وتابع عمل أبيه. لا شك في الحقيقة أن كان عمله عمل رائع جدا. توفي خير الدين سنة 53 بعد حياة حافلة بجلال الأعمال، توفي في اسطنبول، وقبره معروف يزار اليوم الزيارة الشرعية في اسطنبول، فرحمة الله تعالى عليه. ملاحظات سريعة، يعني كانت الجزائر هي الشوكة في حلق الكنيسة البابوية، وبالذات ما كان يجري من قبل الأخوين بخير الدين وعروج، وجهاد البحر الرائع الذي ذكرت لكم طرفا عنه. الحلقة ما تسمح بذكر تفاصيل كثيرة، ولا ننسى أن كلها مقدمات الحملة الفرنسية على الجزائر، فما أستطيع التفصيل في ذكر هذه، وهناك تفصيلات رائعة في هذه القضايا. لابد إذن إذا كانت هذه هي الشوكة الجزائر وبقيت شوكة مدار 3 قرون في أوروبا، لابد إذن أن تدفع الثمن. لذلك اتفقوا على تحطيم الجزائر ودخول الفرنسيين لها، هذا من أحد الأسباب الكبيرة ستحدثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. القرصنة التي كانوا يقولون عنها هي جهاد بحري رائع، واسترداد لحقوق المسلمين، بل استرداد للمسلمين أنفسهم الذين كانوا في الأندلس لا يعرفون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا كما ذكرت من قبل. ملاحظة أخيرة ومهمة، هناك تنظيمات كنسية قامت في القرن آخر القرن الثاني عشر الميلادي وهو القرن 13 بتحريض من البابا. هذه التنظيمات الكنسية قامت تصور في أوروبا، هي تنظيمات قامت من أجل الأسرى الأوروبيين الموجودين في البلاد العربية وبالذات في الجزائر، فقامت تصور ما يجري على الأسرى الأوروبيين في الجزائر، بالغت مبالغة ممجوجة جدا، وهولت وضخمت كعادة الكنيسة. وكان وراء هذه المبالغة وذلك التضخيم سببان رئيسان، أما الأمر الأول هو تهييج الرأي العام الغربي ضد الإسلام وتشويه صورة الإسلام في أوروبا، وهذا مطلب مطلوب وبقوة في أوروبا من قبل البابوات. لماذا؟ لأن الإسلام رائع، الإسلام دين جليل وحيوي وفتي وواضح وظاهر، تعليمه رائعة، توافق العقل توافق المنطق، وكان في ذلك الخطر كل الخطر على أوروبا والكنيسة، لأن تعليم أوروبا تعليم الكنيسة كما تعلمون تعليم مغلقة أمام العقل البشري، غير منطقية، فيها تحريفات كثيرة، فيها تخريفات كثيرة ما يستطيع الإنسان أن يتقبلها. والإسلام طبعا ظاهر وواضح ورائع، فكان مهمة البابوات تشويه صورة الإسلام، ومن أعظم الوسائل ذلك ذكر ما يتعرض له الأسرى، يقولون الأسرى يدفنون أحياء في الجزائر ويحرقون ويقتلون ويفعل بهم، وهذا غير صحيح. إسلامنا وديننا لا يسمح لنا بهذا أصلا، لا يسمح لنا بهذا أصلا. والأسرى مطالبون نحن إن قرر القائد العام أن يأسرهم ويقيم على قيد الحياة أن يعاملوا أحسن معاملة، وهذا لا يجوز إطلاقا. حتى لو استرقوا وصاروا عبيدا، معروف قضية العبيد في الإسلام وكيف كانوا يعاملون، أحسن معاملات يعني مقارنة مطلقة بالعبيد العالمي كلهم آنذاك. لكن هذا هو السبب الأول، تشويه صورة الإسلام. السبب الآخر المهم هو استدرار عواطف الأوروبيين حتى يدفعوا الأموال، وتبقى خزائن الكنائس عامرة دوما بالأموال، وتمول بها بجزء من هذه الأموال الحملات الصليبية المتتابعة من أجل تحطيم الإسلام في بلاد الإسلام. هذان سببان رئيسان لهذه المبالغة الممجوجة في الحقيقة والمبالغ فيها، وهذا دعا يعني بعض يعني المفكرين الفرنسيين للحديث والكتاب عن هذه القضية. لانجير دي تاسي هذا رجل في سنة 1724 أصدر كتابا، 1724 يعني قبل أكثر من قرابة 3 قرون، وذكر أن هذه مبالغة مفضوحة، وأن هذا أمر إنما يفعله كنسيون من أجل استدرار العواطف والأموال، وأن هذا لا ينبغي،
وهكذا حتى نفهم أن قضية ليست قرصنة كما يقال وليست قضايا نهب كما يقال في المصادر الغربية وتابعهم على ذلك كثير من العرب والمسلمين، إنما هو جهاد بحري رائع، وإنما هو استرداد لثرواتنا واسترداد لأشخاصنا واسترداد لأسرانا. هذه نبذة أيضا عن جهاد البحري والحملات الصليبية. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث إذا مباشرة عن بدء الحملة الفرنسية على الجزائر. سأذكر مقدمة قبل ذلك، ما هو السبب الذي دعا بالفرنسيين خصوصا والأوروبيين عموما لاحتلال الجزائر، إضافة لما ذكرته من أسباب قبل ذلك. والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.